هم بالمتآمرين في الداخل والخارج بإحداث فراغ بالسلطة عبر الاستقالة وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة. فإن البعض من القوى السياسية والبعض من المتآمرين في الداخل والخارج لم يفهموا هذا الشعب جيدا، لم يستوعبوا أن شعبنا اليمني العظيم هو مصمم إلى الوصول إلى أهدافه المشروعة. وفي أول رد فعل من داخل اليمن إزاء هذه التطورات، أعلنت قيادات السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية والشرقية وقيادات المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الرابعة، أعلنت رفضها القاطع لما سمي بالإعلان الدستوري الصادر من قبل ميليشيات الحوثي، واعتبرته انقلابا على الدولة والشرعية والدستورية، وقررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه. أما دول الجوار فقد جاء ردها سريعا على لسان مجلس التعاون الخليجي، حيث ندد بانقلاب الحوثيين في اليمن وحذر من أنه سيقود لمزيد من العنف والصراع الدامي في البلاد. واعتبر المجلس في بيان له الانقلاب الحوثي تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وأنه يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره ووحدته للخطر. طيب قبل ما نبتدي موضوعنا الثاني، هنقول لكم على البيان الصادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بخصوص حادثة الوايت نايتس اللي احنا كنا متابعينها فوزي وانا مع حضراتكم من بداية الحلقة. بيان النائب العام بيقول: امر المستشار هشام بركات النائب العام بانتقال فريق من رؤساء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة لمناظرة جثث المتوفين بمشرحة زينهم ومعاينة اثار الاشتباكات والعنف امام استاد الدفاع الجوي، وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفيات. بلغت الأعداد المبدئية بحسب هذا البيان الصادر عن مكتب النائب العام 22 متوفي، وصل منهم للمشرحة 21 جثة حتى الآن. النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا مساء اليوم من قسم شرطة مدينة نصر أول بتوافد مجموعة من جماهير ألتراس الزمالك في محاولة لاقتحام استاد الدفاع الجوي بالقوة لمشاهدة مباراة كرة القدم بين الزمالك و إنبي، وده عقب دخول العدد المسموح به داخل الاستاد ونفاذ التذاكر وغلق الأبواب، فقاموا بقطع الطريق والاشتباك مع أفراد الشرطة وإشعال النيران بسيارتين للشرطة. أمرت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان ما بها من إصابات وكمان تحديد أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثامين عقب هذا الأمر، وتكليف كمان الإدارة العامة لمباحث القاهرة لإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث توصلا لمرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم. إذن الموضوع لسه مستمر. حبينا بس نقول لكم هذا البيان من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات. طيب الموضوع الثاني مع حضراتكم مشاهدين الكرام في فقرات من القاهرة هذه الليلة هو التطورات الجارية حاليا في اليمن. في تطور جديد، اقتحم الحوثيون اليوم مكتب الرئاسة في اليمن وعينوا مدير مكتب جديد في الرئاسة من الحوثيين بالقطع. في هذا الإطار في العديد من الأمور أو المتغيرات على الأرض، تواصل نزول اليمنيين للشوارع اعتراضا على ما حدث. كمان دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أن ما حدث هو انقلاب مرفوض وغير مقبول على الإطلاق ولا يمكن التعامل معه، وأيضا جماعة الدول العربية أدانت هذا الأمر وقالت أنه انقلاب الحوثيين. أصدروا إعلان دستوري، 7 محافظات جنوبية أعلنت عدم الاعتراف بالإعلان الدستوري وعدم التعامل معه. الإعلان الدستوري حل البرلمان وشكل مجلس بديل من 551، يتولى هذا المجلس تشكيل مجلس رئاسي من 5 أفراد. المجلس الرئاسي المكون من 5 أفراد يقوم بترشيح شخصية وطنية لتشكيل الحكومة، وحددوا الفترة الانتقالية بعامين، بعدها يتم تعديل الدستور والاستفتاء على الدستور. ده شكل التطورات الحالية في اليمن. بنرحب مع حضراتكم للمزيد من النقاش حول هذا الأمر بضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أبو طالب رئيس مجلس إدارة دار المعارف. أهلا
وسهلا دكتور. أهلاً. وكذلك أرحب مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بالسيد فهد العريقي المحلل السياسي اليمني. أهلا وسهلا يا فهد. مساء الخير وأهلا بحضراتكم. هنيجي لحضرتك سيد فهد على التفاصيل والأفاق المستقبلية للأحداث في اليمن، لكن خلينا نبتدي مع حضرتك دكتور حسن. النهارده بان كي مون الامين العام للامم المتحده كان بيتكلم انه لابد من تكاتف في المجتمع الدولي لاعاده الرئيس عبد الرب منصور هادي مره اخرى لرئاسه اليمن. تتوقع بشكل مبدئي انه ممكن يكون في قرارات امميه نافذه على اليمن لعوده الاوضاع مره اخرى الى ما قبل قرارات الحوثيين؟ هذا يتوقف على تحرك المجموعة العربية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بشكل عام. هناك حالة من حالات الاستياء الدولي لما جرى، حالة من حالات الرفض الجازم الإقليمي والعربي لما جرى، لأن السماح بمثل هذه النوعية من إحداث الانقلابات من مجموعات مسلحة لتفرض رؤيتها ولتفرض سطوتها على سلطة في بلد وتنهي يعني كل مؤسسات وتحل هذه المؤسسات تحت ضغط السلاح، وفي منطقة محدودة حوالي 6 أو 7 محافظات فقط اللي هي تحت السيطرة المباشرة للحوثيين بعيدا عن باقي المحافظات التي تشكل الجنوبية وأيضا بعض المحافظات في الوسط وفي الشمال، أيضا ترفض مثل هذه النوعية من الإجراءات الغير معترف بها شعبيا من داخل اليمن. وبالتالي أنا أتصور أنه ربما تتقدم بلد أو بلدين من العالم العربي بمشروع قرار لإدانة ما جرى. أتصور مجلس التعاون الخليجي ربما يسارع إلى هذا بالتنسيق مع القوى الكبرى في مجلس الأمن، وبالتالي تنتهي المسألة بأن يكون هناك موقف دولي جازم وواضح برفض هذا الموضوع وبعدم الاعتراف بالتغيرات السياسية التي حدثت بالفعل في الأونة الأخيرة والإصرار على أن الشرعية ما زالت موجودة في يد الرئيس عبد الرب هادي منصور، وبالتالي تحدث العزلة الدولية الحقيقية. وأنا أتصور أيضا أنه في مشاورات بتجرى الآن بين جمال بن عمر اللي هو المبعوث الأممي الذي يعني أصر على مغادرة اليمن قبل أن يعلن الحوثيون مثل هذا البيان، وكان يعني واضح أن هم متعنتين وواضح أن هم كانوا بيدفعوا إلى هذا الموقف وهذا المصير. وبالتالي إذا حدث هذا التحرك من الأمم المتحدة فهذا معناه أنه في يعني موقف رافض لهذا النوع من السيطرة على السلطة، وده هيقوي ما يمكن أن نسميه بحركة المقاومة الشعبية الموجودة الآن واللي بدأت يعني تتشكل في عدد كبير من المحافظات وأيضا عدد في داخل صنعاء نفسها رغم سطوة الحوثيين وقسوتهم وأيضا يعني قدرتهم على أنهم يخطفوا بعض النشطين ويعتقلوهم ويخفوهم في أماكن لا أحد يعرف أين هي. وبالتالي نحن الآن في هذه اللحظة ننتظر هذا التحرك الدولي لأنه هيدينا رسالة بأن هذه النوعية من الأحداث مرفوضة جملة وتفسير. سيد فهد، الحقيقة رغم كل تقديرنا لكل التوازنات السياسية الموجودة في المنطقة، مجلس التعاون الخليجي أدان وقال أن هذا الأمر هو انقلاب ومرفوض. الجامعة العربية اليوم ربما يحدث إدانة في مجلس الأمن الدولي، ولكن على أرض الواقع إيه اللي بيحصل في اليمن؟ والله اللي بيحصل في اليمن، أولا أشكر استضافة قناة النيل لموضوع اليمن. أهلا وسهلا. أشكر الدكتور على المداخلة الرائعة اللي عملها. اللي يحصل في اليمن لا هو عبارة عن تراكمات بدأت من بعد المبادرة الخليجية. الأحزاب والتنظيمات السياسية ورئيس الجمهورية لعبوا على عامل الوقت وتعاملوا مع اليمن بانتهازية وبمصالح شخصية. رئيس الجمهورية ما كانش عايز الفترة الانتقالية تنتهي بالسنتين اللي حددت في المبادرة. مؤتمر الحوار بدل ما يكون 3 أشهر استمر لسنة وأكثر. لجنة الدستور الذي هي أول خطوة في الفترة الانتقالية اللي هو الدستور وبعدين انتخابات، لفت العالم كله وكأن احنا نضع بروشور للسياحة وليس دستور للبلد، وجلست أكثر من سنة. عامل الوقت هو اللي عمل هذه التطورات الدراماتيكية. لو كان الفترة الانتقالية انتهت بالفترة المحددة في المبادرة الخليجية ما وصلنا إليه. من المتسبب، ثواني، من الذي تسبب من وجهة نظر حضرتك في إطالة أمد المرحلة الانتقالية مما أدى إلى ما نحن فيه الآن؟ بصراحة وبوضوح، بصراحة الفترة الانتقالية سببها شخصيتين لا ثالث لهما، رئيس الجمهورية
للفترة الانتقالية عبد الرب منصور هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر، وأعتقد عملوها لمصالح شخصية وانتهازية من أجل أن يبقى بريق السلطة وبريق المصالح، وتماهت معها رغبات بعض الأحزاب وخاصة الأحزاب الكرتونية اللي لا لها شعبية ولا قاعدة، كانت تهرب من حاجة اسمها انتخابات. فإطالة الفترة الانتقالية، الآن الفترة الانتقالية بحسب القانون تمددت سنة ونص، لو كانت انتهت في الوقت هذه التطورات لم تحصل، كنا الآن في حكومة منتخبة، في رئيس منتخب، في برلمان منتخب ومثل كل العالم. ولكن أعود وأكرر أن السبب الأول والأخير هو الانتهازية السياسية والمصالح الشخصية بتمديد الفترة الانتقالية الذي أوصلتنا إلى هذا التدهور، والتدهور الخطير جدا. اليمن الآن تنزف، وأخطر شيء في مشكلة اليمن الآن أنه كل القوى السياسية بدون استثناء لا لهم برنامج ولا لهم مشروع ولا لهم خطة بديلة. أنا كمواطن يمني لو تقول لي اصبر سنة سنتين وهذه خطتي أو هذه خارطة الطريق أنا حصبر، لكن الكارثة الكبرى أنه ما فيش أي خطة أو مشروع أو أي بلان لإخراج البلد من محنته. يعني حتى هذه اللحظة وإحنا في هذا الوضع السيء لا يوجد أي مشروع، لا يوجد أي مشروع. أكررها، دور علي عبد الله صالح الرئيس السابق، دور علي عبد صالح أنا أقول لك بوضوح، وقد استغل ضعف القوى اللي أمامه. علي عبد صالح قوته مستمدة من ضعف الآخرين. البدائل اللي جاءوا بعد الثورة على عبد صالح لم يكونوا على القدر المسؤول بتحمل المسؤولية. إضافة أكرر هذه النقطة للذي كانوا يمددوا الفترة الانتقالية من أجل المصالح ومن أجل أن يعني ما كانش همهم مصلحة البلد، كان همهم أنه كيف نستمر أكثر وكيف مصالحنا تتحدد أكثر. والبلد كان يدخل في أزمات من أزمة لأزمة لأزمة، وكان المخرج الوحيد هو الالتزام بالفترة الانتقالية بحذافيرها. لم يحصل في العالم أنه لجنة دستور تجلس سنة وشوية. أنتوا شفتوا مصر، حددوا لهم 40 يوم، كملوا 40 يوم واجتمعوا في مصر وفي قاعة مجلس الشورى في مصر، لكن نحن لفينا العالم كله سوح ورجعنا بدستور. أجا التطورات الجديدة أو الأنصار الله، بما معنى الدستور مرفوض، الأقاليم مرفوضة، بلوه شربوا ميته ورموه، وكأن احنا الآن بنعود. فالأخطر من الإعلان الدستوري الجديد أنا من وجهة نظري اللي حصل يوم الجمعة هو حاجتين: أولا تمديد الفترة الانتقالية لعامين بالإعلان هذا الدستوري الجديد، يعني إذا كان نحن متضررين من تمديد الفترة الانتقالية السابقة، اليمن والشعب اليمني والاقتصاد والاجتماع مش حيستحمل سنتين جديدة. زائد اختيار 551 عضو كلجنة تأسيسية أو كنواة لحراك سياسي، مستحيل أنه حد يتوافق على 551 بهذا الوضع. ليش؟ عامل الثقة معدوم معدوم معدوم، كل القوى السياسية تقعد على الطاولة وكل واحد ماسك خنجر ورا ظهره بالمعنى السياسي. أنا هرجع لحضرتك في النقطة دي، لكن بالمعنى السياسي. طيب لكن فوزي معاه خبر عاجل الحقيقة. احنا معنا عاجل، مجلس الوزراء بيعقد اجتماع الآن برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور وزراء الداخلية والصحة والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة لتدارس أحداث الدفاع الجوي. مجلس الوزراء بيعقد اجتماع طارئ الآن بحضور وزراء الداخلية والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة والصحة لتدارس أحداث الدفاع الجوي. ده اللي كان عاجل مع حضراتكم، وبنكمل حوارنا حول التطورات الحالية في اليمن. سيد فهد الحقيقة أنا أختم مداخلتي إن إحنا ندور في حلقة مفرغة، وأكرر عدم وجود المشروع أو الخطة هو الكارثة، والإعلان الدستوري بس إذا تم الإصرار على سنتين جديدة من العبث ومن ضياع الوقت، و551 لا يمكن التوافق عليهم، فنحن رايحين للمجهول. طيب بس حضرتك بتقول، حضرتك بتقول انه انعدام الثقه بين الاطراف هو اللي مؤدي الى هذا الامر، والدكتور حسن برضو يشاركنا الراي، هل برضو انعدام الثقه من اللحظه الاولى بعد المبادره الخليجيه هو اللي ادى الى تمديد الفترة الانتقالية ودخول علي عبد الله صالح بحسبه لمؤازرة أو لاتحاد مع الحوثيين، ويعني تطور الأمور يعني في هذا الاتجاه؟ طريقة التوصل إلى الخطة الخليجية كانت بتستدعي تدخلات خارجية، بدأت بتدخلات من مجلس التعاون الخليجي وانتهت إلى تدخلات من مجلس الأمن، ثم بعد ذلك انتهت أيضا بتدخلات في تفاصيل صناعة الدستور اليمني. لم يعد صناعة الدستور اليمني في مؤتمر الحوار الوطني صناعة يمنية خالصة، وإنما كان صناعة دولية قبل أن يكون صناعة يمنية.
نحن نعلم أنه كان في لجنة من سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن كانت بتساعد هذا المؤتمر الوطني اليمني على التوصل إلى صياغات، وبالتالي كان في حالة من حالات الشعور بأنه هذا الأمر لا يعكس الطموحات اليمنية، أو أن هناك أيدي دولية أخرى بتعبث بالمصير اليمني ليس لأهداف الشعب اليمني وإنما لمصالح أخرى بعيدة عن الشعب اليمني. وهذا الأمر أدى إلى يعني تنافرات فداء ما بين القوى السياسية. الشيء الثاني، القوى السياسية في اليمن لفترة طويلة لم تكن قوية، لم تكن قوية رغم أنها كانت موجودة وتبدو أنها بتتحرك وفي أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب من هنا وأحزاب من هناك، ولكن بالمعنى الحقيقي للكلمة كانت كلها فاقدة التأثير في الشعب وقفاق، فيما عدا المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه الرئيس السابق أو الأسبق الآن علي عبد الله صالح، لأنه ظل يعني متمسك بقدر من النفوذ النسبي في داخل سواء المؤسسات وفي على الأرض. ولو رجعنا إلى المظاهرات اللي كان بيسيرها هذا المؤتمر أو هذا الحزب قبل التوصل إلى الصيغة الخليجية للمرحلة الانتقالية وللحل عملية انتقال السلطة، هنجد أنه ما زال كان له تأثير. وأنا يعني أتيحت لي الفرصة أن أنا أسافر بعد الثورة عدة مرات، وكنت أستشعر بأن هذا الرجل ما زال لديه يعني مصادر قوة ومصادر نفوذ من الناس ومن المسؤولين في أكثر من جهة. ونحن نعلم أن تحركات الحوثيين كما هو أعلن وكأصبح حقيقة منذ يعني فترة الاجتياح وما قبل الاجتياح في 21 سبتمبر الماضي، أن كان في تحالف يعني واضح بطريقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولا حتى الرئيس علي عبد الله صالح نفسه كان ينكرها، ولا الحزب المؤتمر. كان في نوع من أنواع التنسيق الكامل ما بين الحوثيين وما بين هذا الحزب، وبالتالي المسألة هنا فيها درجة عالية جدا من التداخل ما بين ضعف القوى السياسية اللي كانت موجودة، فقدانها للفاعلية، التدخلات الدولية، يضاف إليها ما أشار إليه الأستاذ فهد فيما يتعلق بشخصية الرئيس عبد الرب هادي منصور. هذا الرجل لم يكن لديه ظهير سياسي ولا ظهير شعبي، كان بيستمد يعني شيء من نفوذه وشيء من يعني قوته من المؤتمر الشعبي الحاكم. فين يا فندم النفوذ ده؟ قدم كل التنازلات للجانب الحوثي في الفترة الأولى إلى أن يعني قرر المؤتمر أنه يقول له مش شاكرين جدا مع السلامة أنت ما إيه، ويعني وخرجه من الحزب وأصبح ليس له أي نفوذ. ناهيك عن شخصيته، يعني الجميع يعلم أن شخصيته أصلا كانت شخصية ضعيفة ومترددة، وكان دائما بينتظر الآخرون ينصحونه بماذا يفعل، وبالتالي هو مسؤول يعني كل هذه الأمور نتيجة إضافة إلى التراكمات السابقة تجعل الوضع في اليمن الآن مؤهل للتشتت والتشرذم، بمعنى أنه ما فيش حد يقدر يظبط إيقاع الشعب اليمني دلوقتي إلا قوة جديدة تستطيع أن تكتسب ثقة الشعب اليمني. وهذا الأمر أنا أتصور أنه سوف يأتي بحراك عفوي في المرحلة المقبلة وهيستمر. طيب أنا سؤالي لحضراتكم، جانب من التحليل السياسي بيقول أن اليمن في الفترة الأخيرة بيخضع لنوع من التوازنات الإقليمية والصراعات اللي موجودة في المنطقة بشكل أو بآخر. المملكة العربية السعودية دعمت المبادرة الخليجية بشكل كبير وتكفلت بالملف اليمني لفترة طويلة، واستطاعت الخروج من مأزق علي عبد الله صالح إلى شكل من أشكال التوافق اليمني الحقيقي. بعد ذلك كادت الأمور أن تستقر بشكل أو بآخر أو على الأقل في الشكل الظاهري. بعد ذلك تركت المملكة العربية السعودية الملف إلى المجتمع الدولي، وكانت الأمور التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني بشكل أو بآخر. هناك من يرى أن المملكة العربية السعودية كان قوي وحتى الآن هذا الأمر يمكن أن يحدث لو أرادت هذا الأمر، ولكن الأمور متعلقة بتوازنات موجودة في المنطقة وبتدخلات إيران في الشأن اليمني، وما يمكن أن يحدث من هذا الأمر من استنزاف الثروات إيرانية في الشأن اليمني وغيرها من دول المنطقة بشكل أو بآخر. إلى أي مدى بتتفقوا في هذا الرأي؟ وأبدأ بسيادتك السيد فهد. أنا والله أقول أن التوازنات أو إدارة الأزمات أو الخطط المطروحة أو حتى المؤامرات، الإدارة لها لا توجد قوى بالمعنى الصحيح. أنا أؤيد الدكتور بحاجة لما قال أنه القوى السياسية الموجودة أفلست. هناك في اليمن في عقب، في إفلاس، في زي ما تقول
خلاص الصف الأول هذا مفروض يؤمن بالتداول السلطة ويؤمن بالتغيير ويذهب ويأتي دم جديد وجوه جديدة لأنه أوصلوا إلى اليمن ويتحملوا مسؤولية الكل مباشرة أو غير مباشرة. تمام. الآن بعد موضوع المبادرة الخليجية أجا اتفاق السلم والشراكة ألغى حجز المبادرة الخليجية. مخرجات الحوار الذي استمر أكثر من سنة بوجود كل الأطياف وبكل... لماذا لم تنفذ مخرجات الحوار؟ كانت كلام حلو منمق على الورق شكليات ولكن عند التنفيذ أعود ويكرر إطالة الفترة الانتقالية وعدم حسم الوقت هو اللي سبب هذا الكلام. الآن أنا أقول إنه كل التدخل الدولي والإقليمي والمحلي لم يوصلنا لنتيجة بالعكس جاب نتائج عكسية قد يكون بسبب سوء إدارة الأزمة ضعف الرئيس السابق. الرئيس السابق أنا أسميه السابق لأنه الآن في إرادة يرجع لكن أنا أعتبره خلاص تاريخه راح لأنه الرئيس السابق كان بالسياسة ضعيف جدا قد يكون كان داهية في العسكرية في الانضباط في ذا ولكن المرحلة كانت لا تستحمل هذا الرئيس ولا هذا المبعوث الدولي من ناحية الحنكة السياسية من ناحية إدارة الملفات من ناحية إدارة الأزمات. أنا رأيي في هذا الوقت المهيئ الوحيد حصرا لطرح مبادرة مقبولة من الجميع هي مصر انطلاقا من واجبها القومي العروبي الوطني. مصر بمظلة خليجية والاتحاد المغاربي عشان يكون الموضوع عربي بحكم. هو حتى لو مصر أطلقت مبادرة زي ما حضرتك بتقول ما هو ما فيش كيان سياسي موحد في اليمن تستطيع التفاوض معه. يعني المبادرة هتكون على اليمن بشكل عام تبقى آلية التوافق عليها تكون إزاي؟ بحالة انعدام الثقة أنت بحاجة إلى لاعب جديد إلى لا إلى ثقل مقبول من الجميع ومصر الوحيدة إلى الآن الذي ممكن تتخاطب مع كل الأطراف بتجرد مع كل الأطراف المحسوبة على السعودية المحسوبة على إيران المحسوبة على أمريكا المحسوبة على التيارات الإسلامية الليبرالية اليسارية البعثية القومية الناصرية. الوحيد المهيئ الآن إلى الآن أن يقوم بدوره مصر بمظلة الجامعة العربية وبغطاء أو خليجي تجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي. أنا ليش مصر على الاتحاد المغاربي؟ لأنه أنا بصراحة كمني محتاج إلى حاجة جديدة وجوه جديدة. طيب إحنا يعني هو السؤال برضو المطروح في ده ويمكن يشاركنا الدكتور حسن يعني إلى أي مدى المشهد اليمني أو المواطن اليمني أو الشارع اليمني يمكن أن يقبل مبادرة حقيقية من مصر أو غيرها بتخرج اليمن من الكبوة الحالية اللي موجود فيه؟ مضطر ما عندهمش بديل آخر. أنا قلت لك في عقم في إفلاس في طرح المشاريع في عدم ثقة. أنت بحاجة إلى صدمة كهربائية إلى حاجة جديد تعيد الأمور وهذا لن يتأتى إلا بطرف مقبول من الجميع. طيب أنا كذا قناعتي إن طيب. مصر هي مقبولة الآن من كل التيارات وما حد يقدر يتحفظ عليها لأنه لم تمارس دورها الحقيقي الفاعل. مصر هي اللي قيمت الثورة في اليمن. مصر هي اللي سندت بجيشها وعلمائها ومدرسيها. طيب بما أن حضرتك بتحكي عن الأطراف المختلفة دور الحراك الجنوبي اليمني وهل ممكن أن هم يغيروا الأحداث باتجاه بعينه؟ أنا أعتقد فعليا أو بالقراءة السياسية الجنوب انفصل في 14 أكتوبر 30 نوفمبر ولكن عدم إعلان الانفصال هو عدم وجود قائد يقود هذا الانفصال. لكن بالفعل كل المقررات اللي صدرت الآن أو قبل أو شيء كانت لا تقبل ولا تعتر. الجنوب منفصل اجتماعيا وسياسيا وتنظيميا الجنوب منفصل بس مشكلة الجنوب الآن عدم وجود القائد اللي يقود هذا الانفصال إلى بر الأمان لأنه الحراك صار 3-4 حراك. يعني ما كان إذا وجد هذا القائد الجنوب منفصل عنه يعتبر. نعتبر إن انفصل الجنوب بأكتوبر ونوفمبر انفصل بالقراءة السياسية. أنا أعتبره انفصل لأنه لا يمكن تعود الأحداث زي ما كانت. حتى حكاية فترة انتقالية سنتين استفتاء بعد سنتين بعد 5 سنين كلام. الآن الجنوب منفصل ولكن بدون قائد يقود الانفصال أو يترجم هذا الانفصال إلى أفعال سياسية. للأسف الجنوب بس مش هو اللي ما عندوش قائد. اليمن كلها ما فيهاش قائد صحيح. وبالتالي فأنت عندك حالة من حالات الفراغ السلطة الممتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا وفي كل اتجاه. الفكرة هنا فكرة اللي حضرتك أشرت إليها من يستطيع الآن أن يتدخل في شأن اليمن. تمام. لا يستطيع. أنا في تصوري في اللحظة الجارية لا يستطيع أحد أن يتدخل في الشأن اليمني لسببين. السبب الأولاني أن في قوة مسيطرة بالسلاح بتتصور أنها تستطيع أن تفرض
تطور سياسي معين على كل اليمن، وبدأت فعلا، وهي هي بدأت جزئيا. يعني هي سيطرت على القصر الجمهوري، مسيطرة على صنعاء، على بعض الأماكن المحيطة بها، على محافظة الإعلان الدستوري، على الإعلان الدستوري، لكن هذا الأمر ليس مقبولا من غالبية الشعب اليمني، حتى بمن فيهم أهل صنعاء أنفسهم. تمام. وبالتالي فنحن أمام لحظة ملتبسة. حتى هذه اللحظة القوى المسيطرة المسلحة التي تنال دعم من حزب المؤتمر الشعبي اللي هو بزعامة أو بتأثير أو بنفوذ الرئيس علي عبد الله صالح، تتصور أنها تستطيع أن وبالتالي فهي بحاجة إلى أن تأخذ درس. تأخذ درس بمعنى إيه؟ أن فكرة المقاومة الشعبية أن هو توقف هذا الطموح الغير مشروع. وده الحقيقة يمكن في بعض المحافظات مازال قوي، في مأرب مثلا، في مأرب وفي عدن وفي لحج وفي المكلا، وفي الحديده يعني، وفي تعز. طبعا تعز يعني واحده من بؤر المقاومه الحقيقيه، ومأرب اخذت تحركات ذات طبع عسكري قبلي. تمام. ومأرب دي محافظه مهمه جدا 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 لما فيها من البترول، وايضا لانها في الوسط، في وسط البلاد، وبالتالي اي تحرك في هذه المنطقه بيكون له انعكاس سواء في الجنوب او في الشمال. بالتالي نحن يعني في اللحظة التي يجب أن يكون هناك تحرك بيقنع الحوثيين بأن هذا السلوك يعني فاشل 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 ولن يؤدي إلى نتيجة كما يتصور. الشيء الثاني اللي أنا أشرت إليه بس بطريقة عكسية، هي فكرة التدخلات الخارجية. المشكلة أن في عدد كبير جدا من التدخلات الخارجية هي تدخلات بتعبث لكن لا تقدم جديد ولا تدفع إلى الأمام، في حين أن التدخلات الإيرانية فيها درجة معينة وعلينا أن نعترف بهذا من الإصرار، وأصلا كانت موجودة من فترة طويلة، يعني من أول التسعينات هناك حضور يمني، حضور إيراني في منطقة صعبة وفي أجزاء من اليمن، وفي حالة من حالات الانتشار في المحافظات الشمالية. الآن الحديث على أن في خبراء يمنيين وخبراء إيرانيين بيساعدوا الحوثيين، وخبراء أيضا من حزب الله، لأن هم الإيرانيين يتصوروا أن نموذج حزب الله في بيروت هو نفسه الذي يجب أن يسود في أكثر من بلد عربي وإسلامي، لأنه ده بيعتبر امتداد لثقافتهم ولقدرتهم أو لثورتهم ولتأثيرهم السياسي والعسكري. بالتالي إفشال مخطط الحوثيين ده مسألة بإيد الشعب اليمني وليست بإيد أي طرف آخر. اثنين، في لحظة معينة يعني إيه نقدر نقول إيه تتصاعد فيها الأزمة الداخلية، هنا يمكن لطرف ما أن يكون مدعوما خليجيا وعربيا ودوليا بأن يتدخل بصيغة تقنع الجميع بأنه هذا النوع من السيطرة فاشل، وعلينا أن نجد يعني وسيلة جديدة. في السياسة الدولية لا يستطيع أحد أن يتدخل في بداية الأزمة، نحن في بداية أزمة. أي فندم، بس في قناعة دلوقتي أن القرار مش بإيد الحوثيين، القرار بإيد إيران، وبالتالي من يتفاوض مع إيران مباشرة. لا لا، القرار بإيد الشعب اليمني. مش بيد لا الحوثيين ولا بيد الإيرانيين، بيد الشعب اليمني. إذا كان هناك تصور أو هناك توافق يمني على رفض هذا النوع من السيطرة ومن الهيمنة وهذا النوع من التحولات السياسية تحت ضغط السلاح وتحت ضغط التدخلات الإيرانية، هذا هو القرار. لا أنا ولا أنت ولا أي قوة هتسمح بفشل أو تفرض الفشل على الحوثيين إلا الشعب اليمني. إذا وده بقى دور تفتكر القادر يا فندم في التوقيت أنا ده؟ أتصور أنه هو قادر، لأنه هو في الفترة الجاية، ودي قناعتي يعني وليها شواهد في كل أنه التحركات العفوية سوف تفرز قيادة ميدانية. تمام. في اليمن. تمام. وسوف تكون هذه القيادة الميدانية هي البديل لقيادة الحوثيين، وبالتالي هنا في هذه اللحظة سوف يكون مطلوبا من العالم العربي ومن العالم ككل دعم هذه القيادة الميدانية التي سوف تحظى بشكل أو بآخر بثقة اليمنيين شمالا وجنوبا. نحن نتحدث الآن على أن الانفصال موجود في الجنوب، لكن محتاج قائد، محتاج رمز، محتاج رمز يسوقه عربيا وإقليميا ودوليا. لا، نحن نحتاج رمز يمني يطلع الشعب اليمني يسوق فكرة واحدة بس، الحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية الموحدة. نعم. في هذه الحالة أنا كنت واحد من أول الناس اللي هيقفوا مع هذا الرمز الجديد، وسندعو ساعتها كل العالم أن يقف وراه، لأنه هو هيبقى تعبير عن إرادة الشعب اليمني. عظيم. نعم. جدا. طيب تعقيب أخير من سيادتك حول مستقبل اليمن، كيف تقرأه في دقيقة؟ أنا أقول في سؤال ماذا بعد؟
نحن اليوم قد نكون مسيطرين على الأمور لأي فصيل سياسي، ولكن ماذا سيعمل هذا الفصيل في يوليو، في أكتوبر، في نهاية السنة؟ هل يقدر يدير الأمور لهذه الدرجة؟ زائد التركيبة الديموغرافية لليمن هي اللي حتحدد المسار. وأنا مع الدكتور بحاجة أنه الآن كل التنظيمات السياسية أو الأحزاب أفلست، ما فيش إلا تحرك من الشعب يخرج اليمن إلى طريق. وأكرر أنه مصر هي اللي حتقوم بالدور، التركيبة الديموغرافية هي أخطر شيء، وأنا أتمنى أن لا تتكرر تجربة المالكي في العراق في اليمن. شكراً الرسالة وصلت بالسياسة. شكرا لحضراتكم، شرفتونا، بشكرك جدا الدكتور حسن أبو طالب رئيس مجلس إدارة دار المعارف، شكرا جزيلا. أشكرك كذلك السيد فهد العريقي المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، شرفتونا النهاردة من القاهرة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من القاهرة. تصبحوا على خير، في أمان الله.